ما سجلتش هدف تاني وقتلت المباراة بكونتر اتاك، خلاص رجعنا بقى على اساس ان احنا نطلع 1-0، لكن ضربة الجزاء يعني احنا ما كناش محظوظين فيها الحمد لله. وانا بحيي السعودية على الجيل بتاعهم، وان شاء الله اللي جاي افضل لينا كمان. خلي بالك لما اللعيب بيبقى مجهد بدنيا بيتأخر في القرار بتاعه، فاهم؟ التعب بيبقى تعب ذهني اكتر من هو تعب عضلي. فانا عارف ان اللياقه البدنيه بتاعتنا بتاعت الفريق، لان في لعيبه بقى لها من الوف بقى لها حوالي شهر ما لعبتش مباريات، فاهم؟ فده طبعا هيأثر عليهم بدنيا. الدوري السوري خلص والكاس في فرق خرجت، ومع كده في لعيبه كانت موجوده عندنا اتجمعت في حوالي اسبوع علشان نيجي نلعب البطوله. بدنيا احنا نقدر يعني تقدر تقول ان احنا ممكن نكمل 60 65 دقيقه بشكل كويس، فاهم؟ علشان كده انا عملت تبديلات، بدايه التبديلات بتاعتي كانت في التوقيت ده، وان شاء الله في اللي جاي هنبقى احسن. يعني طول ما البطوله هتمشي لقدام خطوه وخطوه اعتقد ان احنا هنبقى احسن ان شاء الله. احنا لعبنا ضد منتخب قوي، المنتخب السوري تحت 23، احنا دخلنا بفئه ناشئه تقريبا من تحت 19 سنه، مواليد 2004 و2005، واحنا عارفين المنتخب السوري جيدا، والمنتخب السوري هزم المنتخب السعودي تحت 23 قبل فتره، واحنا جايين وعارفين ان احنا بنلعب ضد فريق قوي. المباراه ايضا كانت صعبه وحماسيه. في الشوط الثاني طبيعي يعني كره القدم هي انك تسجل او انك تستقبل اهداف، واحنا في الشوط الاول الحمد لله يعني عفوا الشوط الثاني يوم سجلنا الهدف الثاني يعني الحمد لله اقل شيء طلعنا بالتعادل، كنا نستحق الفوز لان حصلت لنا اكثر من فرصه سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. هم تقريبا سجلوا هدف في الشوط الاول من فرصه واحده كان خطا مننا، والحمد لله الشوط الثاني رجعنا وانتهينا بالتعادل. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.